صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين صلى الله عليك Bye.
وجامعة الحديد بنحره غل يراد به الشرق يا والشام إن الشام أفنى قلبه هي ألم وآل بصبره لنفايا هادي لم يلق سوى القطيعة والعدا والشامتين وشماتة الأعداء والحساد والسلب طيبة قلبها طابت له هي والله بعد الحسين إلا ويمز جدمعه بالزاد أودى به فجنى وليد ميته وهو الخبيث على وليد لها حتى قضى والسم مل فؤاده هي لمن يحز مداه كل وقطع وبالسيم يا ويل يا ويل كبدتي ليش ابن حامل حمي يسمونه يا والله ليش ابن حامل حمي يسمونه يا على السجاد تبقى مصيبتك وبكل وقت تنحب مناحة وبكل وقت تنصب مناحة شيعتك السيد ولا وناصرك رغم الذي عادونا والله بعيد
ملعونا لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا حق آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. صدق الله مولانا العلي العظيم. لتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان ولشمولنا في هذه الساعة بخفي ألطافه وتوجهاته وعناياته، نور قلوبكم ومجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك إنجازات عظيمة تحسب لإمامنا السجاد سلام الله عليه، خصوصاً في تلك الفترة التي عقبت واقعة الطف، لأن المجتمع بعد مقتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه حصلت لديه نوع من الردة والانتكاسة والتقهقر على كافة الأصعدة والمستويات، لأن المجتمع الذي يقتل أشرف موجود على وجه الكرة الأرضية حينها، هذا مجتمع أصابه المرض العضال في تفكيره وفي أخلاقه وفي روحه، فكانت هناك أزمات عصفت بالمجتمع الإسلامي. الإمام السجاد سلام الله عليه تصدى لهذه الأزمات ابتداء من واقعة الطف، يعني بعد يوم العاشر عندما أخذوا السبايا إلى الكوفة ومن ثم إلى الشام، كانت هناك محاججات بين جانب الكفر الذي تمثل بابن زياد ويزيد وأتباعهم لعنة الله عليهم، وجانب الإيمان الذي كان أو كانت الواجهة لهذا الجانب هي عقيلة بني هاشم زينب سلام الله عليها، والتي كانت تأخذ الأوامر من إمامها زين العابدين سلام الله عليه. طبعا كل مجتمع أو كل حركة أو كل ثقافة هناك توجد عندها عقيدة معينة، على ضوء هذه العقيدة تسير حياتها وأمورها، لكن تجيك فد مجموعة تحاول أن تفصل عقيدة على قياسها. ليش؟ حتى تبرر شنو الأفعال اللي تقوم بها. بني أمية من هذا النوع حاولوا أن يبتكروا أو يجعلوا يوجدوا عقيدة معينة من خلالها يبررون
الأفعال اللي يقومون بها. وأعظم هذه الأفعال هو قتل سيد الشهداء الصرت عليه الصلاة والسلام. شنو هاي العقيدة؟ عقيدة الجبر، أن الإنسان مجبور. أشاعوها بين الناس أنه الإنسان مجبور على أفعاله. إحنا لما قتلنا الإمام الحسين هذا الأمر مو بدينا، يعني خارج عن إرادتنا، هذا الأمر إحنا مجبورين عليه. الله أراد ذلك، الله قتل الحسين عليه السلام. لذلك ترى في خطاباتهم اللي إن شاء الله راح نتطرق لها، ولكن واحدة من هذه مثلا يقولون: يا خيل الله اذهبي ودوسي على صدر الحسين. شوف حتى بالكلمات يستخدمون مفردات تبين أن الأمر مو من عندهم، يعني الأمر من الله سبحانه وتعالى. أقرأ لك نص حديث أو كلام للقاضي عبد الجبار المعتزلي، هو من المعتزلة، يقول إن أول من قال بالجبر وأخبر به هو معاوية، وأنه أظهر إنما يأتيه بقضاء الله ليجعله عذرا فيما يأتي ويوهم إنه مصيب فيه، وإن الله جعله إماما وولي الأمر وفشى ذلك في ملوك بني أمية. إنهم هم حكام من الله سبحانه وتعالى. بعد يقول الشيخ البهائي في الكشكول، يقول: فديوم خطب معاوية فقال: إن الله يقول: وما من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، فلما نلام نحن؟ فقام إليه الأحنف. يعني الله سبحانه وتعالى يقول كل شيء إحنا ننزله بقدر، أنتم ليش تلومون؟ فقام إليه الأحنف فقال: إنا لا نلومك على ما في خزائن الله، هذاك شيء واحد، ولكن نلومك على ما أنزله الله علينا من خزائنه، فأغلقت بابه دونك يا معاوية. إحنا ما نلومك على الموجود عند الله سبحانه وتعالى. فكانت هاي العقيدة نشروها بني أمية حتى يبررون أفعالهم، لأنه في بعد مقتل الإمام الحسين أرادوا أن يتملصوا حتى من مسؤولية قتل الحسين عليه السلام. يعني أرادوا أنه يبينون إحنا مو إحنا اللي قتلنا الحسين ابن رسول الله، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يفضحهم من خلال عدة قنوات. يعني احنا عندنا ناس الله سبحانه وتعالى امد في عمرهم وكانه الغايه هاي انه يفضحون بني اميه، وهذا من هوان الدنيا ان الناس يستمعون الى غير اولاد رسول الله. يعني عندنا احنا سهيل ابن سهيل، عندنا زيد بن ارقم، سهل الساعدي، جابر بن عبد الله الأنصاري، هؤلاء كلهم ممن عاشروا الرسول وسمعوا حديثه، فالناس كانت شنو؟ تعتقد بهم وتآمن بهم. الله سبحانه وتعالى مد بعمرهم حتى يكون لكل شخصية لها دور معين. سهل بن سعد الساعدي في الشام، زيد بن أرقم عند ابن زياد لما دخل الرأس وكان ابن زياد يضرب على ثنايا المولى أبي عبد الله، فقال له: إني طالما رأيت مرات أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل هاتين الشفتين وأنت تضربهما. هاي من باب إلقاء الحجة على الناس، يعني الناس كانوا يسمعون. كذلك جابر ابن عبد الله الأنصاري كان له دور، وإلا شنو معناته يذهب جابر وهو شيخ كبير طاعن في السن، يذهب من مكة من المدينة إلى كربلاء، وكان معه عطية العوفي، وعطية العوفي كان
شاعرا وكاتبا وفارسا شجاعا. عندما قام بزيارة الأربعين للإمام الحسين كشف مخطط بني أمية. فنرجع للإمام سلام الله عليه زين العابدين بأبي وأمي، تعرض لهذه العقائد الفاسدة. كانت هناك أزمة فكرية وأزمة أخلاقية. الأزمة الفكرية، الأزمة الفكرية اللي كانت موجودة في ذلك في تلك الفترة إلها عاملين أو سببين. السبب الأول الانفتاح اللي كان على الحضارات والانفتاح الثقافي. طبعاً كل ثقافة عندما تلتقي بثقافة أخرى ويكون هناك تقارب، من الطبيعي أن الثقافة الرصينة، الثقافة أو الحضارة الرصينة، الثقافة الرصينة اللي عندها أساس قوي هي التي تتغلب وتتفوق على الأخرى، والضعيفة لا تنكسر. في تلك الفترة طبعاً الثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية حضارة قوية كانت، لكن لم تكن هناك فرصة حتى للرسول، الناس ما أعطوا فرصة حتى يبين يعني الأسس لهذه الثقافة والناس يشربون هذه الثقافة وتكون عندهم حصانة من الثقافات الأخرى. حتى في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه وأهل البيت، طبعاً اللي هو فقط أمير المؤمنين حكم 4 سنوات، شاهد أنه ما تركوا له مجال، يعني دخلوه من حرب ويخرجوا من حرب، صفين، نهروان، جمل، فما كان أكو هناك مجال حتى الناس يتشربون الثقافة الإسلامية. لذلك حصل خلل في الثقافة عند المسلمين في تلك الفترة. بعد من أسباب الأزمة الأخلاقية أو الفكرية عفواً التضليل وغسيل الأدمغة اللي مارس الدور الأموي. كانت هناك عندهم ماكينات إعلامية عجيبة وغريبة، وغسل الأدمغة كانوا يستخدمون خصوصاً للشام، لأنه كانت تعتبر الشام هي البطانة لحكم بني أمية وليزيد، حتى أن معاوية كان يوصي يزيد بأنه يعني دير بالك على أهل الشام، هم هذول اللي يلزمون ظهرك. وصلوا أهل الشام إلى مستوى أنه أصبحوا لا يميزون بين الناقة والجمل، حتى عندما جاء خبر استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، وأنتم تعرفون هذه القصة، الناس كانوا يتساءلون أولاً من علي بن أبي طالب، بعدين وهل هو لما قتل بالمسجد الناس يقولون وهل كان يصلي حتى راح للمسجد؟ شو أخذ بالمسجد علي بن أبي طالب حتى هناك انقتل؟ ما عنده شغل يعني ما عنده شغل ويا المساجد أمير المؤمنين. فتخيل إلى هذا المستوى، وإحنا الآن يعني نرى ونشاهد بأم أعيننا أذناب هؤلاء المتحجرين الأدمغة. يعني لما يجي شخص ويدخل في مجلس عزاء ويفجر نفسه ظناً منه أنه يريد أن يتعشى أو يتغدى مع النبي، هذا من نفس الشاكلة. 80 سنة أجيال نشأت وتربت وهم يشتمون علي بن أبي طالب، يسبونه على المنار، وهؤلاء ذراريهم وأتباعهم لعنة الله عليهم أجمعين. لأن هذا الانحراف العقائدي بقى مستمر إلى يومنا هذا، وإلى أن يخرج صاحب الزمان وتبدأ المعارك للإمام صاحب العصر، وتنتهي إن شاء الله بعد أن
يستتب الأمن والأمان على الكرة الأرضية، وإلا هذه الضلالات وهذه العقائد المنحرفة لا تزال هناك قوى تبث وتدعم بكل ما أوتيت من قوة، بأموال، دعم مادي، دعم معنوي. روحوا اقتلوا الشيعة، اقتلوا الروافض في أي مكان، بسوريا، بالعراق، بالبحرين، في أي مكان. ولكن هناك شيء يحز بعد أكثر بالقلب، لأنه أنت لما تجيك وتعرف هذه الضلال وهذه العقائد المنحرفة من عدو لك، من شخص ناصبي، وهذا الناصبي يقول علناً أنه ناصبي، يعني هو اللي يقول أنه الشيعة الروافض كفرة، هذا عدو ظاهر لك. لكن أحياناً تأتيك من خلال أصدقائك، من خلال بني جلدتك، من خلال الذين علىهم، يعني هم على شاكلتك، وهذا تعرفون أو تسمعون الآن الدعوات الأخيرة اللي جاي تظهر بالعراق، شلون يريدون يحجمون قضية الإمام الحسين، يريدون أن يحجمون قضية المنبر، مسألة المصيبة والبكاء على الإمام الحسين، يعني هذا شيء فصاحب قديم لحد الآن أنتم تشلبين به، وهاي يريدون شغلات، يعني يستخدمون كلمات. قبل أيام شاهدت على التلفزيون شخص هم رجل دين معمم، يعني أنا هم استغربت، يحكي على هاي لما صارت بالساحة العربات عند الجيش، واقفين قروا لطمين، فهو يقول ما يصير هذا الأمر، على أي أساس؟ هذه للدولة جميعا. وأنا استغرب طبعا، والله أقسم لو أن هؤلاء الجنود كانوا بديك الساعة يسوون دبشة، لو هاي تشوبي ما تشوبي وريكسون، ما حد يحكي عليهم. لكن الأمر وين؟ يم الحسين عليه السلام، لأن اسم الحسين ترى لا تتصور يعني فد شيء هين. الحسين زلزل عروش الطغاة، الحسين علم الأجيال معنى أنه شنو تكون ثائر، علم الأجيال أنه شلون تعيش بكرامة. فيجي ينتقدون هذه الظواهر، الأعلام السود لازم تنزل من البيوت ومن الدوائر، شنو السبب؟ يعني شنو المشكلة إذا واحد خلى علم أسود؟ يعني ما أعرف هاي الناس ليش يجعت حساسية من الحسين عليه السلام، وحساسية من عاشوراء أو من محرم ومن شعائر الحسين. بعد والأعجب هو هذا يستمر، يقول حتى الشرطة هذول بسياراتهم ما يصير يخلون لطمين أو قصيدة، ما يصير. على العموم حتى في 10 محرم كنت في ألمانيا، هناك هم خط ظاهرا جاي يقوى أنه يدعون أصحاب اليماني أحمد بن الحسن، وحتى أخذوهم مكان ومسوون به حسينية، وهذول أفكارهم، يعني سمعت أفكار عجيبة غريبة ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا اللي يصير الآن هو يعني امتداد لما سبق في ذلك الفترة، في ذلك الزمن. فالإمام سلام الله عليه، إمامنا السجاد، كان يتصدى لهذه الأزمات. بعد هذه الأزمة الفكرية قلنا أنه الانفتاح على الثقافات انحرفت عليه الناس، والتضليل وغسيل الدماغ والإعلام اللي مارسوه بني أمية. هناك كانت أزمة أخلاقية طبعا، وعندما نقول أنه أزمة أخلاقية عند بني أمية الكلام يصير واضح، لأنه رأس الحكومة ورأس السلطة والمسمى بالخليفة هو شلون؟ يعني إذا كان رب البيت
بالدف ناقر فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا هو الخليفة مالتهم واللي يصلون وراه ورئيس السلطة يلعب بالقرود ويشرب الخمر وما من منكر إلا وجاء به، فش تتوقع من الناس؟ فكانت هناك أزمة أخلاقية بكل ما تعنيه الكلمة. الإمام سلام الله عليه تصدى لهذه المشكلتين، الأزمة الفكرية والأزمة الأخلاقية. الأزمة الفكرية تصدى لها الإمام من خلال الدروس التي كان يعطيها في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى كان هناك الكثير من القراء للقرآن المعروفين. ينقل أحد الرواة يقول عندما كان يأتي زين العابدين عليه السلام إلى مكة كان هناك أكثر من 1000 طالب علم عند الإمام لا يخرجون حتى يخرج علي بن الحسين. مارس عملية الوعي من خلال الدرس ونشر العلوم. بعد المشكلة الأخلاقية شلون عالجها إمامنا صاحب العصر الإمام سلام الله عليه زين العابدين؟ طبعا بس كحاشية أنه الإمام زين العابدين عندما تصدى للأزمة الفكرية من خلال الدرس، هذا الموضوع احنا ايضا يجب ان ننظر اليه بنظر الاعتبار. يعني احنا هذه المسائل ليست هي مجرد تاريخ احنا نصعد على المنبر نقراها ونزعجكم بها ونصدعكم وناخذ من وقتكم وننزل في امان الله في امان الله. لا، احنا نريد هذه الاشياء التي ناخذها من التاريخ او نذكرها لانه وتلك الايام نداولها بين الناس. هذه المسائل إذا ما نتخذ منها درس وعبرة فإحنا خسرانين، لأنه شنو فائدة هذا الوقت اللي جايبين هنا ورايح من عمرنا؟ فهذه المسائل إحنا ننظر لها إن شاء الله بنظر الفاحص المتمرس. قلنا عندما تصدى الإمام من خلال الدرس فأنا أدعو وبالخصوص شبابنا إن شاء الله بناتنا إنه ماكو هناك سلاح خصوصا في هذه الدول الغربية وهذه الحضارة المادية الصرفة غير التسلح بالثقافة والعلم الإسلامي على جهد الإمكان. يعني الإنسان على جهد إمكانه قد ما يتمكن أنه يدرس يتفقه اسأل عن دينك حتى يعرق جبينك، وهناك اسأل عن دينك حتى يقولوا أنك مجنون. يعني ماكو صغيرة وكبيرة ما تسأل عنها. إذا ماكو مجال بالكتب العربية أو كتب إنجليزية وصعب عليها، فالآن الحمد لله وشكر الإنترنت موجود والنت موجود وهاي الأمور أصبحت مو بتلك الصعوبة. مع ذلك أكو ناس ممكن سؤالهم واستشارتهم، لأنه هاي يصير مثل الأنتي فيروس عند الإنسان يتحصن بها ضد أي شيء. من ضمن الأمور التي تعرض لها إمامنا السجاد سلام الله عليه في مواجهة الأزمة الأخلاقية هي مسألة تربية المجتمع. لأن قلت أنا بالبداية أنه المجتمع صارت عنده ردة وانتكاسة كبيرة بعد مقتل سيد الشهداء، فالإمام سلام الله عليه ما أراد أن يغير المجتمع من فوق، لأنه إحنا عندنا التاريخ يذكر أنه بعد يزيد إجا معاوية ابن يزيد وهذا صعد المنبر وقال إني أتبرأ من أبي وجدي وإن الحق أو الأحق بالخلافة هو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. لكن الإمام ما أراد أن يصير التغيير من الناحية الفوقية فقط،
لأنه راح تبقى نفس الأسس الركيكة، الأسس اللي غير رصينة، يعني راح يتغيرون بس الوجوه، وإلا كل شيء باقي على مكانه. وهاي مشكلة، يعني الإنسان اللي يريد يغير لازم يبدأ من الأساس، من الجذور، وإلا إذا حاول يغير من فوق، وإن سمحت الظروف وإن الوقت يعني أعطاه فسحة، فسرعان ما سينهار هذا التصحيح وهذا البناء، لأنه أساسا مو صحيح مو سليم. فالإمام السجاد سلام الله عليه أراد أن يغير الأمة من أصلها، من جذورها. شلون بدأ في المسيرة الدعائية، التربية الأخلاقية من خلال الدعاء. وبين أيديكم الصحيفة السجادية للإمام سلام الله عليه، ودعاء مكارم الأخلاق الذي يعتبر مدرسة أخلاقية متكاملة. ناهيك عن أدعية السحر والأدعية الأخرى التي حاول الإمام من خلالها بناء الشخصية الإسلامية في قلبه من داخله، حتى يكون هناك مجال للانطلاق. بعد المسألة، مسألة الدعاء وتربية وتهذيب الأخلاق للإنسان، قام الإمام بوضع رسالة الحقوق اللي تعتبر من أعظم الرسائل في حقوق الإنسان، ومن المسائل أو الأمور التي تفتخر بها الشيعة، كما نفتخر بأن لنا أئمة معصومين، كما نفتخر بأن لنا أو عندنا نهج البلاغة، نفتخر بأن عندنا زبور آل محمد صلى الله عليه وآله، صحيفة السجادية. وهذه الآثار التي تركها أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين من مفاخر الشيعة حقيقة. فقام بهذه الأمور سلام الله عليه حتى يعالج تلك الأمراض التي كانت في المجتمع. من النقاط المهمة التي أراد لها الإمام أن تستمر مسألة النهضة الحسينية، والإمام سلام الله عليه هو من الذين عاصروا هذه الواقعة ومن الناجين، وما أراد أن تنطفئ هذه الجذوة، لأنه مسألة ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه مثل مسألة التبليغ للرسول، آية التبليغ للرسول صلى الله عليه وآله، بلغ ما أنزل من ربك إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالتك. يعني كل هذا الجهد للرسول صلى الله عليه وآله، وكل هذه المحن والمصاعب والأذى للنبي، كان سوف يذهب بلا جدوى لو لم يبلغ بإمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه. فكذلك ثورة الحسين سيد الشهداء، يعني جهد الحسين عليه السلام ودمه الطاهر، لو لم تكن هناك مع الحسين زينب سلام الله عليها وإمامنا السجاد لانتهت ثورة الحسين. لأن قلت لك أنه أمية أرادوا أن يتملصون، وأصلا يقولون أن الحسين ما نعرف من اللي قتله، في أرض صحراء جرداء هناك قتل هو وعياله وأبيده. لكن الشق الثاني أو المسؤولية الثانية أو الدور الآخر للنهضة الحسينية المباركة قامت بها زينب سلام الله عليها وإمامنا السجاد. وذكرت أنه في مجلس ابن زياد ومجلس الشام كانت هناك محاججات بين الطرفين،
الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. يقول ابن زياد لعنة الله عليه، شوف، الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم، تلاحظ التعبيرات. جاوبت زينب سلام الله عليها، قالت له الحمد لله الذي كرمنا بنبيه محمد. وطهرنا من الرجس تطهيرا، وإنما يفتضح الفاسق وهو غيرنا. بعد عندما رأى الإمام السجاد سأل من هذا، قالوا له علي بن الحسين. ماذا قال؟ قال أوليس الله قتل عليا؟ جاوبه الإمام السجاد في الآية التي افتتحنا بها صدر المجلس، قال له إن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، كان لي أخا ولكن قتله الناس. الله سبحانه وتعالى ما يقتل، اللي قتلوه الناس. وكان المجتمع يسمع هذه المحاججات، فالإمام السجاد 30 أو 35 سنة كان يعمل على إبقاء هذه الثورة. والمواقف كثيرة ومشهورة. عندما يأمر، عندما يقدم له الزاد، عندما يقدم له الماء، يا ابن رسول الله لا، لماذا تأكل؟ لا يأكل إلا يبكي، يذكر مصيبة كربلاء. عند 40 أول من قرأ مصيبة الحسين هو الإمام السجاد. يا جابر ها هنا قتلت رجالنا، يا جابر ها هنا سبيت نساؤنا. أي موقف كان يتعرض أو يمر على الإمام السجاد سلام الله عليه يعني يستغل هذا الموقف ويحرك في سبيل تذكير الناس بمصيبة أبيه الحسين عليه السلام. عندما مر في سوق الجزارين وكان أو سأل أحد الجزارين هل تذبحون، عندما تذبحون الكبش هل تعرضون عليه الماء؟ قال نعم يا مولاي، نحن معاشر الجزارين لا نذبح حتى نسقيه ماء يدير وجهه بأبي وأمي إلى جهة كربلاء، ويقول أبا يا حسين إن الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء، وقد ذبحوك يا ابن رسول الله عطشانا. كان يأجج المشاعر نحو قضية الحسين عليه السلام، لذلك ما استطاعوا بنو أمية أن يصمدوا أكثر أمام زين العابدين، فأخذوا يتربصون به الدوائر وأخذوا يفكرون كيف نتخلص من هذا الإمام الذي قضى مضاجعنا، إلى أن جاء عهد الوليد بن عبد الملك وأعطى السم لأحد ولاته في المدينة وقال له اقتل علي بن الحسين. عندما تناول الإمام السجاد ذلك السم، تذكر الروايات إنه مرض مرضا شديدا وأخذت تصيبه رعشة وتصيبه إغماء إلى تلك الليلة التي كان يعلم إنها هي الليلة التي سوف يفارق بها الحياة. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه في تلك الليلة ضمني أبي إلى صدره وقال لي بني أوصيك بما أوصاني به أبي الحسين قبل وفاته أو قبل منيته، وما أوصى به علي أمير الحسن عليه السلام للحسين، وما أوصى الحسن علي بن أبي طالب
قال له بني إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. شلون وصية عظيمة هذا؟ إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. يقول الإمام وأخذ أبي سلام الله عليه، أخذ الإمام السجاد يغمى عليه يرفع قدم ويضع الأخرى من شدة السم، الآن قال له بني هذه الليلة وهذه اللحظات سوف تكون منيتي وسوف ألقى جدك رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا مت فأنت الذي يتولى تكفيني وتغسيلي، فإن الإمام لا يتولى غسله وتكفينه إلا الإمام. ثم استقبل القبلة بأبي وأمي، عظم الله لكم الأجر، وفاضت روحه الشريفة، رحم الله من نادى وإماما وسيداه وعليا. أخذ الإمام الباقر سلام الله عليه بوصية الإمام السجاد، غسله عند المغتسل، قام بتغسيله عند المغتسل، وأثناء تغسيل الإمام سلام الله عليه إمامنا الباقر ترك التغسيل، قطع التغسيل وجلس جانبا يبكي بكاء شديدا. عندما فرغ الإمام من التغسيل والتكفين قال له أصحابه ما الذي جرى؟ رأيناك قطعت التغسيل وأخذت تجهج بالبكاء. قال لهم لا بلا بلا، لأني عندما كنت أغسل والدي رأيت على نحري على رقبته أثر الجامع، والله طول لي ما فتر ونين ونين بعد ما صدق جعفر بعينه يا ابو سيدي يا إمامي وسيدي ومولاي. غسلك الإمام الباقر سلام الله عليه، قام بتكفينك، قام بدفنك يا مولاي، ولكن أبيك الحسين عليه السلام 3 أيام على رمضان كربلاء بلا غسل ولا كفاية. ساعد الله قلبك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان،
نفس هذه الواقع عندما يأتي إليه أبي حمزة الثمالي يقول له: يا مولاي يا علي بن الحسين، أما أنا لحزنك أن ينقضي؟ أنتم قوم لكم من الله، عادتكم من الله الشهادة، عادتكم الشهادة، كرامتكم من الله القتل، لكم عاد، كرامتكم من الله الشهادة. جاوبه الإمام زين العابدين: نعم، القتل لنا عاد وكرامتنا من الله الشهادة، لكن يا أبا حمزة، هل سمعت إذنك؟ هل سمعت بأنه سبيت لنا هاشمية قبل عاشوراء؟ قل قلبي يا ابو حمزة، تراه تفطر وذاب مثل المصيبة اللي دهتني، ما حد انصاف والله ذيك لقمة
الطف الفضيعة أترى تمر فجيعكم بأمض من تلك الفجيعة يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة المنتظر يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بإمامنا زين العابدين مريض كربلاء يا الله أن تشافي وتعافي مرضانا ومرضى المؤمنين لا سيما المنظورين ومرضى السامعين يا الله بمريض كربلاء يا الله اللهم نسألك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها اللهم اجعل أكبر همنا وأعظم حاجاتنا رضا سيدنا ومولانا صاحب العصر وطلعته الشريف يا الله يا الله يا الله المؤسسون لهذا المجلس اللهم تقبل عملهم بأحسن القبول واقضي حوائجهم وشافي مرضاهم وإلى وارحم أمواتهم وإلى أمواتهم وأموات السامعين والحاضرين وأمواتنا جميعا لا سيما إلى أرواح خدمة الحسين عليه السلام نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد